تضم جامعة الشارقة والتي تتوسط المدينة الجامعية الآلاف من الطلاب من الجنسين، يتوزعون على العديد من الكليات والتخصصات المتنوعة، ولذلك نجد أن الجامعة تقدم العديد من الخدمات ومختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تعزز من قدرة الطالب على الاجتهاد والتحصيل الأكاديمي المطلوب. تعتبر الجامعة الجانب الرياضي محوراً مهماً في حياة الطلبة الجامعية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحياة الطلابية، خاصة أن الرياضة تغرس في الطلبة العمل بروح الفريق وتعودهم على التحلي بالروح الرياضية سواء عند الفوز أو الخسارة، كما أن الممارسة والمشاركة في الألعاب والفعاليات الرياضية تساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية واكتساب مهارات رياضية متعددة. تتوفر في الجامعة مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة الرياضية من خلال المجمع الرياضي ليمارسها الطلبة طوال اليوم وغيرها من الأنشطة الترفيهية بهدف إثراء خبراتهم الجامعية. يهدف النشاط الرياضي في جامعة الشارقة إلى إعداد الطلبة إعداداً بدنياً ونفسياً واجتماعياً متكاملاً وتنمية ميولهم، إلى جانب رفع مستوى أدائهم البدني والمهاري والفكري بالألعاب الرياضية كافة، إلى جانب تعزيز الروابط الاجتماعية وشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد ونافع، بالإضافة إلى استقطاب الموهوبين لضمهم إلى المنتخبات الجامعية لتحقيق رغباتهم وطموحاتهم في أن يصبحوا أبطالاً من خلال التنافس مع الجامعات الأخرى وصنع الإنجاز الرياضي المنشود. يحتوي الحرم الرئيسي لجامعة الشارقة على مجمعين رياضيين كاملي التجهيز بأحدث المعدات، أحدهما للذكور والآخر للإناث، ويضم كل منهما مسبحاً أولمبياً ذا 10 مسارات أولمبية والعديد من الصالات الرياضية الداخلية متعددة الأغراض وصالات الجيمنازيوم، كما يحتوي الحرم الرئيسي على ملعب كرة قدم قياسي مع حلبة للجري. من أنواع الرياضة المتوفرة اللياقة البدنية، بناء الأجسام، السباحة، كرة الطائرة، الكاراتيه، الرماية، الأيروبيك، اليوغا، البولينج، تنس الطاولة، الشطرنج، التنس الأرضي، الاسكواش، كرة القدم، السنوكر، وكرة السلة. ويعزز ذلك بوجود مدربين على مستوى عال من الكفاءة على مختلف الألعاب الرياضية، والذين يبذلون كل الجهد لرفع كفاءة الطلاب وتحقيق الإنجاز.
تحرص جامعة الشارقة على المشاركة في جميع المسابقات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، حيث لدى الجامعة 14 فريقاً في مختلف الألعاب الرياضية تتنافس مع نظيراتها من الفرق الجامعية بالدولة. وقد حققت الفرق الرياضية بجامعة الشارقة إنجازات نوعية مكنتها من الحصول على درع التفوق العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، حيث توجت بالمركز الأول في 25 بطولة، والمركز الثاني في 8 بطولات، والمركز الثالث في 3 بطولات. ضمن الجوانب التحفيزية للطلبة لممارسة أنشطتهم الرياضية، يمكن للطلبة المتفوقين في الألعاب الرياضية الحصول على منح أو بعثات دراسية لإكمال دراساتهم. كما تقدم الفرق الرياضية برامج تنافسية وتعليمية للطلاب والطالبات تتيح المشاركة في بطولات داخلية وخارجية.